يقول السائل: كيف يقوم سكان ومقيم مكة بالعمرة؟ من كان في مكة سواء كان ساكنا فيها أو كان مقيما إقامة مؤقتة، إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل ويحرم من الحل بالعمرة، إما من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من الشميسي أو من خارج الحرم، ولا يحرم بالعمرة من الحرم. نعم.